ينضم إلينا مباشرة من القاهرة مراسلنا محمد خالد. محمد، إذا مصر تبحث بدائل بحرية لإرسال مساعدات إلى لبنان في حال استهداف المطار كما ذكرنا قبل قليل، لو وضعتنا في تفاصيل هذه المحادثات آخر ما توصلت إليه. بالفعل شاهين، يعني هذه هي خطة مستقبلية تحاول مصر وضعها لتجنب تكرار ما حدث في قطاع غزة. هذه النقاشات مستمرة وما زالت ولم تصل بعد إلى نتيجة يمكن أن تعلن عنها القاهرة مع شركائها في هذه الخطة. نتحدث عن مناقشات تم إجراؤها بالفعل مع مسؤولين في كل من تركيا وقبرص وأيضا مع الجانب اللبناني لتحديد نقطة في أحد المناطق البحرية يتم السماح بإرسال المركبات إليها، ومن ثم وجود طريق لضمان وصول المساعدات الإنسانية الغذائية أو حتى الطبية والأدوية منها وإلى المراكز الحكومية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها في الأراضي اللبنانية وتوزيعها بشكل عادل. هنالك تكهن هناك لعدم التصعيد مستقبلا من جانب إسرائيل تجاه المطارات أو حتى النقاط التي يتم توزيع من خلالها هذه المساعدات والموجودة والتابعة للجيش اللبناني في المرحلة الحالية. وبالفعل تحاول مصر من هذه يعني الخطط تجنب ما سيحدث مستقبلا، ويعني مسألة التجويع التي كانت تحدث في قطاع غزة عقب عدم إرسال المساعدات الإنسانية، وبالتالي هذا الأمر سيتم الانتهاء منه قريبا والإعلان عنه رسميا وبشكل واضح عقب التواصل مع الشركاء من أجل تحديد هذه النقطة البحرية التي ستستقبل من جميع أنحاء العالم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية وأيضا الغذائية للشعب اللبناني الشقيق. نعم، ولكن حتى الأثناء لازال المطار يعني يعمل، هل من أخبار حول عمليات إجلاء مرتقبة لمواطنين مصريين موجودين أو مساعدات حتى مرتقبة مصرية إلى لبنان؟ بالفعل هنالك دعوة لمساعدة لبنان بكل المحاولات. هنالك أيضا كان هنالك دعم مصري بشكل واضح للأراضي اللبنانية، تم إرسال طائرة بها 22 طن من المواد الإغاثية وأيضا الطبية. هذه الطائرة نقلت ما يقرب من 300 مواطن مصري موجودين في الأراضي اللبنانية ممن يرغبون في العودة إلى الوطن. حتى اللحظة هنالك خطط لإرسال طائرات مستقبلية يتم التنسيق حاليا مع الجانب اللبناني في معرفة ما هي الحاجة التي يحتاجونها في الوقت الراهن، سواء مواد غذائية أو طبية أو حتى من الأدوية. يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل هذه الأصناف أو المواد، ومن ثم تجهيز طائرات مستقبلية لإرسالها تباعا خاصة في ظل الدعم المصري الذي وجهه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال نقاشاته سواء مع رئيس الحكومة اللبنانية أو حتى مع يعني على المستوى السياسي مع رئيس مجلس النواب اللبناني خلال اتصال أجراه وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي. نعم، شكرا جزيلا لك على كافة هذه المعطيات والتفاصيل.